صديق احكي لي انت، لو حدا يحكي لك اربد، ايش اول اشي بخطر في بالك عن اربد؟ والله اهل الكرم، اهل الطيبة، مشهورة فيها الاكلات طبعا. شو يعني الاكل المشهور في اربد؟ زي شاورما ما شاء الله، الدجاج يعني. بحب الشاورما وجه. ما انا بعرف في طبخة اللزاقيات، معروفين فيها لو. اللزاقيات. اربد منطقة حلوة طبعا، خضرة، منطقة مستوية، بتجنن، واهلها ناس بتجننوا صراحة. اللزاقيات. شو اللزاقيات؟ والله ما بعرف. بخطر على بالي تقريبا. شو تقريبا؟ المشاكل. مشاكل؟ اه. طيب حلو، غير المشاكل؟ الاكلات الزاكية. زي؟ المكبورة. المكمورة. عمرك اكلتها؟ لا. بس يعني بس مشهورين في الطائف. تمام، شو كمان؟ الجعاجيل. جعاجيل؟ بنعرف انه تربتها حمراء. ربيع خضار بس أكله لزاقية. غيره؟ غيرها مكمورة. احنا اليوم بدنا نسألك، لو حدا قال لك اربد شو بيخطر في بالك؟ عروس الشمال. يا سلام، أعطيني هيك اشي مشهورين فيها اربد. أكلة مثلا؟ أكلة تشعشيل. أكلت تشعشيل أنت؟ أو المكمورة. جميل. أكلتهم؟ أكلتهم أكيد ولا. جميل. بعرف في المكمورة. جميل. يعني أكلتها المشهورة وصراحة يعني نفسي. أكلتها؟ لا والله نفسي. من حيث الأكلات أكثر شيء مشهورين مثلا أكلة المكمورة. جميل. الكوب مثلا. جميل. كونه حدود سوريا إربد، فبتلاقي العادات والتقاليد قريبة من أكلة اللي هي المغمورة. مغمورة؟ مكمورة. مكمورة عفوا. طيب حلو. تعتيل. تعتيل. تعتيل مثل ما هو منسف مشهور هون، منسف مشهور عندنا كمان. في منسف في إربد. نعم صحيح. أكثر من هون. أكثر من الكرك. طيب جميد ولا ليان؟ لا جميد ولبن. طيب شو في إشي أنت بتعرفه مشهورين في أهل إربد؟ إربد الجمال صراحة. جمال مين؟ الناس حلوين. ناس حلوين وبعدين طيبين كثير صراحة. طيب شو في مصطلح برضو مشهورين فيه او بيحكوا اهل اربد لحالهم عندهم؟ ها زين، انا شو باقي. شو باقي؟ مصطلح، كلمه معينه بيحكوها عندهم من الناس. اكل في يعني ليتش وما ليتش، اللي هو الاتش الربداوي. ايوه هاي اربد. اربد 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 تربته حمراء. جميل جميل. في مقوله بنسمعها دائما، بيقولوا منو هذا اللي بلب التيني؟ قال هذا اني جدي. قالت اكل اكل خمنتك ضبع. يا سلام. أيوه. يا سلام. طيب اربد تربته حمراء. مليح. مليحه اربد. مليحه اربد 100%. منو بلب التيني؟ اني جده. يا جده. قال خمنتك ضبع. اكل. طيب شو غيرك؟ اعطيني مصطلحات برضو بيستخدموها اهل اربد عندهم من المحافظات. الالوان احمر اخضر ازرق اسود. جميل. زي هيك يعني الجمله المشهوره، احنا بنقول اربد تربتها حمراء والشتاء تقلب طين. هاي تكملتها. والله والله ما غير منك. اعطيني مصطلح مثلا بكلمات انسى طبعا حرف الكاف، بقول عنها تشا. كيفك؟ شو اخبارك؟ جميل ان شاء الله. مليحه. مليحه. جميل. مليحه. طيب وكمان بالشغله كمان الالف بقول عنها ها. مثلا رمثه. عن الرمثة. رمثة. رمثة. طيب الرماثة شو بتعرف عنهم؟ الرماثة. أعطيني كلمة بحفظ مصطلح. المصطلح بيقولوا رمثة بدل رمثة. احنا معروف انه الرمثة اسم مدينة الرمثة. هم شو بيحكوا عنها؟ رمثة. بديش. وتربتة ايش زي هيك. تربتة. تربتة حمراء.